Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here in At the Future Investment Initiative. اليوم أريد أن أقول لكم سراً كبيراً والأخبار جيدة. تعرفون أنتم في بلدين دولتين كبيرتين في حرب منذ زمان، المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنهم كان حربا باردة، حرب الباردة كان تقريبا في زمان الشاه، ولكن بعد الثورة الإسلامية في إيران صار حرب ساخنة. حرب الساخنة، إيران أراد أن تصدر الثورة الإسلامية في بلاد الإسلامي، وبدأ من العراق وهيك، وبعد كان بده يروح إلى السعودية. فالحرب الساخنة أخذت كل المنطقة تقريبا. لكن اليوم نحن في زمن الجديد، في زمن الجديد مع كل هذه الاكتشافات نرى اليوم أين إيران الإسلامي مع رجال الدين، وأين السعودي؟ تعرفوا منذ جاء إلى السلطة محمد بن سلمان، أبوه طبعا، أبوه هو الملك، ولكن هو الذي يقود المملكة محمد بن سلمان. منذ جاء محمد جاب معه كثير من التطور من أجل بلده، وكمان في نزال وفي حرب الساخنة مع إيران ربح حتى الآن، لأن إيران يوم على يوم نرى تفقد من قوة ومن سلطة ومن كل ما عنده. أخيرا تعرفون مدام صوفيا حصلت على الجنسية and we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. واخترع الإنسان الآلي المتحرك للخدمة في المنزل، حيث طلب منه الخليفة العباسي أن يصنع آلة تغنيه عن الخدم كلما رغب في الوضوء للصلاة. بحسب موقع History Computer، كان أول روبوت صنعه على هيئة غلام منتصب القامة، وفي يده إبريق ماء، وفي اليد الأخرى منشفة، وعلى عمامته يقف طائر، فإذا حان وقت الصلاة يصفر الطائر، ثم يتقدم الخادم نحو سيده ويصب الماء من الإبريق بمقدار معين، فإذا انتهى من وضوئه يقدم له المنشفة، ثم يعود إلى مكانه. والجنسية السعودية شو؟ ومدام صوفيا من هي؟ في إيران اليوم الزعيم الإيراني علي خامنئي هو تقريبا مات، منذ تقريبا 12 سنة ولده مجتبى يقود البلد. أنا أعرف هذا المجتبى، كان عمره 7-8 سنين، كان يأتي إلى مكتبي في مشهد، كان قرب منزلهم، وأمه مدام منصورة خجستة باقرزادة زوجة علي خامنئي، هي كانت من ميليشيا مجاهدي خارق. نعم. وكانت تقول لي مدام منصورة بأنني أريد ابني مجتبى بكون مسعود رجبي الثاني.
كان عندهم مصطفى كمان في نفس الوقت، وبعد جاء محسن ومسعود وميثم بعد، وجاء بشرى وهدى، ولكن مصطفى كان أكبر من مجتبى، ولكن هي كانت تقول أنا بكون بريد، أنا أريد أن مجتبى بكون مسعود رجبي ثاني. لكن اليوم منذ 12 سنة هو يحكم في إيران، وأحدا حتى اليوم ما سمع صوتا من مجتبى، لا نعرف كيف يحكي هو، هل يحكي أم لا ما بحكي، وشو بفكر. لكن نعرف بأنه جالس في مدرسة في قم، وحتى لا يستطيع أن يستفيد تليفون موبايل أبدا، وإنترنت واتساب إنستغرام فيسبوك هو ما بعرف أي من هذه الأشياء، ويحكم بلد أكثر من 7000 سنة حضارة، بلد أول بلد للحقوق الإنسان، بلد كان يحكم في المنطقة تقريبا إيران تعرفون الفرس، ومن جلس هنا مجتبى خامنئي وأبوه لا يعرفون شيئا من الحياة الجديد، من الحياة الجديد والتكنولوجيا الجديدة. لكن المملكة العربية السعودية ومحمد بن سلمان بعتوا جنسية لمادام صوفي، الروبوت مادام صوفي، وأنشا محمد بن سلمان في الصحراء في السعودية نوم مدينة فاخرة جيدة وجديدة من أجل حضارة المودرن، حضارة جديدة. والسر، السر شو هي السر؟ بدي أقول لكم سر في بادرة رمزية للمستقبل، مشروع مدينة نيوم الذي أعلنه ومحمد بن سلمان، شهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. في هذا المؤتمر أعلنوا منح الروبوت صوفيا جنسية سعودية. خلال جلسات شاركت فيها الروبوت صوفيا كمحدثة، هي تحكي، أنت تسأل، تجيبك كإنسانا. هذا السعودية اليوم، وهذا إيران اليوم، وهذا مجتبى خامنئي يحكم، ولد علي خامنئي في إيران، وهو من أصل عربي، لأن جد خامنئي أبو علي خامنئي وجد مجتبى خامنئي قد ولد في نجف، وعنده شفتوا هذا فوق رأسه أسود، يعني من أصل عربي، من أصل عربي هو، وأبوه ولد في نجف أجنبي من مشان إيرانيين، ودخلوا البلد منذ 42 سنة في جهنم في النار، والعالم في النار، وولد ما بعرف أي شيء بده يحكم على إيران، ويحكم هو منذ 12 سنة. لكن من هو محمد بن سلمان؟ أنت لا تعرف، ولكن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لا هو الملك اليوم، هو الذي يقود البلد، هو من أصل إيراني، أبوه سلمان، سلمان كمان كان إيراني اسمه، ولكن مدام فهدة بنت فلاح أمه، مدام فهدة هي من قبيلة الأجمان أو الأجم. قبيلة الأجمان قبيلة أجمية في السعودية، قبيلة كبيرة جدا، والآن في الحكومة هذه القبيلة تماما تحكم، هذه القبيلة قبيلة أجمية
إيرانية ومن أصل هم من مدينة حمدان. حمدان مدينة في إيران في شمال غربي للإيران، وابن سينا تعرفونه الفيلسوف الطبيب الذي يعرف رياضي يعرف كل شيء أبو علي سينا. سينا أبو علي سينا لباس يلبسونه في غرب في أوروبا أمريكا في كل العالم، بيقول هو أخذ دكتوره يلبسون لباس، هذا لباس ابن سينا. ابن سينا من مدينة حمدان. حمدان يعني كل الذين في هذه المدينة يعرفون، حمد يعني كل، دان يعني بفحم، حمدان. محمد بن سلمان ولد إيراني يحكم في السعودي، والتطور نشوف في سعودي وغير كل الأشياء كل الأشياء، وتركوا الرجال الدين من سلطة، خرجوهم، خرجوا الدين من سلطة. ولكن في إيران الحضارة في إيران القديمة كان خميني بعده كان خامنئي تصدير إرهاب، وحتى الآن حتى الآن ولده مجتبى بنت يحكم في إيران الذي لا يعرف من هي الصوفية، من هي التطور، تطور هذا الذكاء الصناعي موجود الآن في العالم. وغدا صوفيا ستحكي ستحكم. هاي صوفيا. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. إن البشر قد كسبوا خبراتهم وذكاءهم من خلال اختباراتهم العاطفية، أما هي فلا تملك سوى تلك المعلومات التي فورها. والحضارات كانت تبنى المدن لحماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية من البشر يتنفسون هواء امتداد بطول 170 كيلومترا من التغيير الجذري في الحياة الحضرية، يحمي أكثر مناطق الأرض طبيعة وجمالا، ويخلق في الوقت ذاته معيشة استثنائية لسكانها. مرحبا بكم في The Line. ما سوف يحدث في الخمس سنوات القادمة في البحرين. اليوم في مصر العام الماضي تحقق نمو في اقتصادها 5% تقريبا، وقف لبنان لاستعادة لبنان لصدارتها والانطلاق من هذاك المحل. وأنا أجزم بأنه جهود إخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس والقادة. هو مشروع سعودي لمدينة مخطط بناؤها عابرة للحدود، أطلقه الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي. ويقع المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير ويمتد على ساحل البحر الأحمر. ويهدف المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لنيوم بحلول عام 2025. من المخطط أن تصبح أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية، حيث يعد موقعها الاستراتيجي محوراً يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا. فبإمكان 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات. كحد استراتيجية تطوير خليج نيوم التي تمت الموافقة عليها على 4 سنوات.